الو السلام عليكم. السلام. مساء النور، كي راكم لاباس؟ الحمد لله. الله يعيشك النار، ياك التموقا كيف راه ديروا لنا حله. توكلنا راه فما بصام غادي تحت، ما حبوش تراو النار فوق، راهم قاعدين تحت. ما عندك السكان؟ ما عندي السكان، بصح النار راه في الغابه الفوقه. لا لا امينه، احنا حنا الشعب شبر يطفي، احنا نطفو الشعب يطفي بالتراب وبالاخر بالبلد الفوق. كيف هذه؟ صح اخويا، كلات لنا كاع الغابه غير تهنا. صح. الجبل الوحيد في المنطقه، وجبل عنده ثروه غابيه مميزه، 12 سنه هما يغرسوا فيه، وجي فيه في اخر لحظه ينحرك كيما هكذا ولا غير شي يوسف على كل حال. انا واحد ماسك قلبي يهضرني ومانيش فارس كاع، وراني نبكي من الداخل، لانه الشعب ما عرفش وين يروح. عندنا منطقه واحده نروحوا نحوسوا لها نحرقوها لنا ونريحوا. المنطقة دوك إذا كان حريق هذا ما عند ربي سبحانه، ربي يطوف بينا. قال لك هذاك نجوا لكم، جاو قبل ما نبيدوا قاعدوا ما طلعوش ليها، جاو طلعوا حماية طلعوا عطاف كثر خيرهم، جاو من فوق طفاوها، طفاوا نص والباقي اللي بقى منهم تو أنا ما كنتش يطفاه. أي هذا طلعوا لي الشعب، الشعب انضرس، هي غادتهم غابة، عندنا راس غابة واحدة، منطقة عندك شو المنطقة سياحية، جا لي الشعب اللي هنايا الحماية راهم يشوفوا من بعد وما قدرش يقدموا ليها، الشعب ولا يتقدم ليها. جينا الله غالب احنا ما عندناش إمكانيات، الشعب راه يطفي والحماية المدنية موجودة تحت في الطريق، ما حبوش يطلعوا، قال لك ما عندناش أمر باش نطفوا في الليل، قال لك حنا كي الحق الليل ما عندناش أمر باش نطفوا، الشعب مساكين هما اللي يطفوا فيها،